ورجعنا لكم ومكملين مع ستات قد التحدي، بس المره دي بقى شويه فنون الهاند ميد وملكات الهاند ميد. معانا ومعاكم الجميله استاذه هبه عبد العزيز. ازاي حضرتك؟ فيك اهلا بيك يا ساره. جميل قوي ابداعاتك، انا من عشاق الهاند ميد بصراحه. ربنا يخليك. يا والله كانت هوايه يعني وانا صغيره، كنت بقعد اعمل حاجات في الاكسسوري بتاعتي او اغير فيها او كده، او مثلا يبقى عندي جيب اعمله بنطلون. إيه بدأت معايا بقى بعد كده لما جبت بنوتي الصغيرة ايسن، اللي هو الجروب على ده اسمها، اسم اسم الجروب على اسمها ايسن. واسمه جميل. ايسن اكسسوري. إيه دي بقى تفائلت بيها يعني، فساعتها بدأت الجروب. هي اللي بشرتك انك هي اللي اختارت الاسم معايا يعني. بالظبط يعني كده. ابتدت معاكي الابداع بتاعك، او ابتدى معاكي الهواية من وانت طفلة. بالظبط كده. طعمت الهواية دي بشوية مثلا تعليم او شوية كورسات او كده؟ ممكن دورات او كورسات. هي هواية اصلا في الاول وفي الاخر يعني، بس اكيد طبعا اي هواية بتبقى مع الاتقان او مع الدورات بتبقى متقنة اكتر يعني من الاول. قولي لي بقى، هي ترى واجهتي شوية صعوبات كده وانت بتشاركي بعملك الابداعي ده في الحياة؟ اكيد طبعا. الاول ما كانش حد عارفني، ما كانش في حاجه يعني، ما كانوا جروب ما فيهوش حد. بدات اول حاجه عملت اوبن دي الاول في النادي. حلو عندنا الاصرار. تحياتي للاصرار والعزيمه. طبعا الاوبن دي يعني الحمد لله سمع جامد يعني. بعدين بقى لقيتهم بيدعوني المجلس القومي للمراه. شاركت في المجلس القومي للمراه في الهاند ميد في معارض كتيره. طبعا تحت رايه يعني القائده نرمين، استاذه نرمين محمود مقرره المجلس. جميله ورائعه. طبعا هي طبعًا كمان بتتمنى قوي اللي هو دور المراه ازاي ان هي تشارك باقل حاجه. كانت بتشجعنا وكانت يعني واقفه جنبنا الصراحه مع المحافظ وقتها كان المهندس شريف حبيب. ساعتها عملنا معارض كتير في حديقه النصر وفي بني سويف وفي النادي كمان الرياضي. انا عارفه ان هي عملت مبادره تدريب بالفتيات بالظبط كده. دربت اليدوية. برضو تبع المجلس القومي للمراه، ودربت رائدات برضو على ازاي ان احنا يعني نعمل مشروع او نعمل حاجات هاند ميد بادوات بسيطه يعني، نبدا ازاي المشروع بحاجات بسيطه يعني. وبرضو انا كنت شايفه ان انتوا مهتمين بفكره التسويق، ازاي بعد ما تصنع الحاجه نبتدي نسوقها، ازاي تختار الخامات باقل الاسعار، تجيبها منين. كانت مبادره حقيقي رائعه. ايوه. وبعدين شاركنا صراحه في معارض كتير، وشاركنا برضو في برضو تبع السياحه. كلموني التشجيع ساعتها، كان في دعوه لتشجيع السياحه الداخليه. جميل. كانت بتيجي افواج من نادي الشمس او من نوادي مختلف النوادي يعني محافظه بني سويف، فساعتها رشحتني استاذه رانيا عزت مدير اداره السياحه. جميل. في المحافظه وساعتها شاركت. ومؤخرا كده برضو كان في افواج بقى سياحيه اجانب، كان في فوج نمساوي وفوج الماني برضو. قولي لي بقى، فكان من ضمن الفقرات بنعرض لهم. اما بتيجي تعملي الكولكشن بتاعك، سواء كنت هتبادري فيه مثلا في مبادرات سياحيه الاجانب او هتبادري فيه هنا في القاهره، هل بتختلف الماتيريال او بتختلف الديزاين بتاعك او بتختلف من ايه لايه؟ هي كل واحد بيختلف على حسب طبيعته وشخصيته يعني. في مثلا حد بيحب الحاجات السيمبل الرقيقه البسيطه، في حد تاني بيحب لا الحاجات العادي اللي هي الكبيره. السياح عاده بيحبوا الحاجات يعني اللي هي السيمبل. بالظبط. والحاجات الفرعوني. الطابع الفرعوني والطابع الشرقي بتاعنا. ميداليات فرعونيه وحاجات كده كتير، وخلاخيل وحاجات زي كده كتير. وفي ناس تانية مش بيفرق معاها الماتيريال، اللي هي بيفرق معاها بس ان هي عايزه مجرد اكسسوار هتحضر بيه مناسبه او كده. في ناس تانية بيفرق معاها الاحجار، الاحجار طبيعيه ولا مش طبيعيه. الاحجار الكريمه. بالظبط كده. في الاحجار الكريمه دايما مرتبطه بالطاقه والابراج. يعني دايما يقول لك انا برج الاسد، فيا ترى اختار حجر شكله عامل ايه. أيوة. يقول لك وبتجيب الطاقه الايجابيه. ايوه بالظبط كده. طبعا مرتبطه بالابراج، زي مثلا برج الاسد ده برج ناري، بيحب بقى الأسد. الالوان. برج الاسد. بيحب الالوان اللي هي المطرقعه، الاورنج الاحمر كده. في مثلا برج الحوت. جميل. برج مائي. برج مائي بيحب مثلا الفيروز اللولي مثلا. انا في الفيديو اللي هينزل بعد شويه في برضو علامه برج الحوت عاملاها في حجر فيروز برضو، كانت دي واحده عميله طلبوها برضو عاملاها لها مخصوص. لا هو برج الحوت مميز، وخاصه يعني جنى له عمرو دياب. خلاص. ايوه صح. خلاص. طيب نشوف الفيديو مع حضرتك. مش تفضلي. Thank you.
رائع جدا دمج الاحجار الكريمه بالفضه، وخاصه ان اقتناع كتير جدا انها بتجلب الطاقه الايجابيه، واهتمام بعض الابراج، البرج الناري ياخد شويه احجار منوره كده شويه، البرج المائي يحب الاحجار الهاديه. ايوه بالظبط كده. اكيد جالك بعض العملاء بتهتم بالموضوع ده قوي. بالظبط، بيحبوا الحاجات اللي هي تبقى فضه مش داخلها اي حاجه. يعني بيدمجوا معاها الاحجار دي، ناس يعني بتعشقها اساسا، بتعشق الفضه. زي ايه كده بقى عندنا هنا؟ لا هو حاليا هنا مفيش حاجه فضه، هو ده مثلا ده كده لولي مايورك. مايورك ودي دلايات بتبقى مطليه بلاتين، ودي وده بقى في اللصوص اللي فيها ده لولي طبيعي، ودي احجار اسمها احجار ماركيزيت. تمام. جميل. في حاجه زي كده برضو التصميم ده بتبقى دلايه جلد فيها فصوص ماركيزيت، دي سلسله مثلا. وده الانسيال. ده انسيال، او انا بعمله سلسلتين فوق بعض يعني، او انسيال بلفه دورين يعني. انا بحب ايه الحاجه ممكن استخدمها في كذا استخدام يعني، ممكن سلسله اعملها سلسله وانسيال اللي هو يتلف في كذا دور. يطلع الاثنين مع بعض. بالظبط. وده مثلا الخاتم بتاعه. بالظبط كده. ايه ده مثلا هنا انا عامله بقى اللي هو ده طبعا حجر عقيق. عامله معاه ده بقى لولي المزارع، اللي هو طبعا اعلى من لولي المايورك، اللي هو يعتبر اللي هو بعد لولي الطبيعي على طول يعني. لولي مزارع ده بتبقى تكلفته عاليه شويه يعني، بيعملوا في عملاء بيفضلوه، في عملاء بيفضلوا لولي مايورك، بتبقى تكلفته اقل شويه يعني. في ده مثلا ده برضو حجر عقيق مع دلايه عقيق كلها صافي، والعين اللي في النص دي برضو عين ماركيزيت. جميله. في ده بقى ده كده برضو لولي مايورك، ده في داخله فواصل كريستال. الله. والدلايه هندي. الله. خلينا نشوف شويه كده من مشاركات حضرتك. تمام. خلينا بقى نشوف كده، قولي لي الصوره. دي كان معرض تبع المجلس القومي للمرأة، كان في نادي الأطباء، حضرته النائبة ساعتها ميسة عطوة. كتلة الستات وشباب قد التحدي. طبعا. ده في الاحتفال بتاعها ما نجحت. طبعا. وانا طبعا ليا الشرف ان انا في الكتله بتاع ستات وشباب قد التحدي ببني سويف. هي الجميل فيها ان هي مهتميه قوي قوي بدور المراه، ان هي ازاي تشارك في جميع المشاركات الحياتيه. بالظبط. سواء كان على المستوى العملي او سواء كان على المستوى التنموي، سواء كان على المستوى التربوي. يعني هي بتاسس جيل كامل بصراحه. ايوه طبعا. جميل قوي ورائعه مشاركه حضرتك. وهنا ده كان في وزاره التنميه المحليه ساعتها. برضه اختاروني مجلس القومي للمراه عشان اشارك مع وزير التنميه المحليه والمحافظ المهندس شريف حبيب. اقمنا معرض برضه داخل الوزاره نفسها، وزاره التنميه المحليه بالقاهره، وتم تدريب السيدات وتم طبعا تسويق لمنتجهم. بالظبط كده. جميل. ده بقى كان برضه طبعا المجلس القومي للمراه، بس ده كان في جامعه بني سويف. تمام. المجلس القومي للمرأة عامل دور فعال جدا في الاهتمام بمصممين الهاند ميد. ده كان في جامعة النهضة. ده بقى كان تدريب، دي شهادة حصلت عليها في تدريب في المجلس القومي للمرأة. ودي طبعا أستاذة نرمين. حلوة قوي. أستاذة ليلى أبو عقل. طبعا. حلو قوي ان احنا ندعم الموهبه دايما بالعلم يعني. أيوة كورسات طبعا. وعلم ازاي اختار. جميل قوي. والصوره دي؟ الصوره دي برضو كانت داخل المجلس القومي للمراه. تمام. دي برضو كانت من ضمن المعارض اللي تمت في الجامعه، كان معرض تاني في الجامعه. دي كان معرض برضو تبع المجلس القومي للمراه، طبعا برعايه المهندس شريف حبيب، كان هو الصراحه متولينا في الفتره دي يعني كتير، كان في النادي الرياضي. وده كان برضو ده كان تدريب برضو داخل المجلس القومي للمراه. ده كان في النادي الرياضي برضو. احنا عملنا معارض كتير قوي تبع المجلس القومي للمراه في عهد المهندس شريف حبيب. المجلس القومي للمراه كان مهتم قوي، بس مش بتدريب السيدات، كمان تدريب السيدات ذوي الاحتياجات الخاصه. كان جميل قوي المبادره بتاعته، ان هو بيمرنهم ان هي تحديات الاعاقه، مش معنى ان عندك اعاقه ان انت ما تقدريش تبداي وتنتجي وتقدري تعملي وانت قاعده في البيت. طبعا. اكسسوري، وبتتعلمي ازاي تعدي وازاي تفصلي. كانت مبادره رائعه برضو، كانت مقدمه منها. ايوه طبعا. ودي ايه؟ دي كان في نادي الشرطه. اللي فاتت. ودي ده نادي الرياضي. تمام. ده كان اوبدين خاص بي انا بقى، انا اللي بعمله يعني. بس تمام. خلاص كده الصور. جميل قوي.
برضو هسألك نفس السؤال، إزاي قدرتي تعملي حالة توازن أو تناغم ما بين متطلباتك الحياتية كأم وكزوجة، وما بين أن أنت هتنزلي تشاركي في الحياة المجتمعية، مشاركة المرأة بدورها، وما بين أن أنت بتقدمي أنا هقول فن، أنا مش هقول إن هي بس قد إيه الأكسسوار فعلا جميل. هواية يعني، هواية مش مصدر يعني رزق أو مصدر دخل أو مصدر ربح، بقدر ما هو يعني هواية أو حاجة بطلع فيها طاقتي أو الحاجة اللي أنا بحبها يعني. وطبعا في الأول أكيد كان في طبعا عدم توازن أو طبعا كده، لحد ما قدرت إن أنا يعني أوازن بقى بين البيت والولاد. أنا عندي ولد وبنت ما شاء الله ربنا يحميهم، وطبعا زوجي يعني طبعا كان ليه دور أكيد يعني دور أنا لو ما الراجل كنتش طبعا وصلت للمرحلة دي دور لو هو الراجل في حياة ملوش دور. المرأة ودايما مدام نرمين مقررة المجلس كانت دايما تقول له أنا بص أنا معجبة بيه جدا، دايما واقف في ظهرها كان دايما في أي حاجة تقول له الجملة دي. بصي دايما الراجل لازم يبقى مؤمن قوي بأهمية دور المرأة. تمام اه اكيد لان طبعا، لان هي لو بصي لو هو ما فيش راجل جنبها يعني مش مساندها او مخليها محبطه او كده، هي مش هتوصل لاي حاجه. لكن هو مساند الراجل هي اللي بتخليها توصل للي هي عايزاه. بنوتك بقى بتبقى عاملة ايه وهي شايفة مامي وهي فنانة؟ بتبقى عايز تاخد الحاجات كلها، اقول لها طب استني يعني شوية شوية. البنات بقى بتحب الاكسسوار، بتعلميها ازاي بتقعد تساعدك. ساعات تعمل معايا حاجات بقى، هي وادم، ادم ابني، هي ايسن وادم، بيقعدوا يعملوا مثلا حاجات الاطفال اللي هي الحظاظات الاطفال اللي هي مثلا الجلد، السلاسل اللي هي الصغنونة بتاع الاطفال، وبيقفوا معايا في الاوبن دي برضو بيعرضوها يعني. فدي بالنسبة لهم بتبقى متعة اصلا يعني. متعة التدريب ان انت دربتي سيدات على ان هم ازاي ينتجوا، وفي نفس الوقت متعه ان انت بتعملي لوحه فنيه وتلاقي حد لابسها بتبقى جميله. الصراحه فعلا يعني انا ممكن ابقى ماشيه في الشارع مثلا اشوف حد لابس، انا بعرف انها بتاع يعني انا بعرف انها بتاعتي، ممكن هو ما يكونش واخد باله ان في ناس بتاخد الاوردرات ديليفري او كده. في مثلا في اوبن دي يعني حصل لي موقف قبل كده ان واحده جت قالت لي ده في واحده كانت موجوده المره اللي فاتت مكاني كده بتقول لي على فكره، وكنت لابسه عقد، بتقول لي على فكره الشغل ده شغل هبه عبد العزيز. جميل. فعارفه اللي هو يعني كله كده يعني. عايزه اقول لك المديره بتاعتي في الشغل، انا اصلا بشتغل يعني شغل حكومه، برضو كانت عندها دور في المجلس القومي للمراه من يومين، بتقول لي يعني انا شفت كذا حد لابس من حاجتك، انا عرفت ان هي حاجتك. الاجمل من الابداع المصابره، أكيد يعني طبعا. اصرارك من غير بقى ما تفقدي العزيمه او من غير ما تفقدي جزء منك اللي هو لا خلاص انا مش هكمل، اصرارك ان انت توصلي وان انت يبقى عندك حلم جميل ان الناس لابسه لبسك. طبعا اكيد حلمي يبقى براند ايسن موجود على ارض الواقع يعني. براند ايسن واحجار ايسن برضو. ايوه طبعا اكيد يعني. طبعا صبرت كتير يعني، اكيد كل ما بقى يعني حاجه بتبقى جوايا ان هو ده حلمي بتاعي، فهو اللي بيقويني يعني. لان اكيد بيجي علينا اي انسان بيجي عليه لحظات ان هو بيضعف، مش عارفه اوازن بين البيت بين مذاكره الولاد بين متطلبات البيت طبعا عموما وزوجي برضو وكده، فيعني بنزل شويه بس لا بطلع تاني وبلاقيهم هما بيشجعوني. وما بين حلمك وما بين برضو ان انت تبحثي عن تغيير. طبعا يعني أكيد. عالم الاكسسوار والابداع دايما لازم كل يوم يبقى فيه جديد. بالظبط، وخصوصا لو انت التصميم بيبقى من عندك انت يعني، فاهمه يعني التصميم لو من عندك انت بيفرق كتير، مش بتاخدي حاجه كوبي وبتعمليها، مش بتاخدي صوره مثلا كوبي وبتعمليها، فاهمه هي ده اللي بيفرق، وده اللي بيفرق في تصميماتي يعني. عارفه اللي هو الناس بتشوف كل حاجه مختلفه يعني، ما فيش صوره هتلاقيها شبه التانية على الجروب من 4 سنين يعني، بدا جروب ب 2016 يعني لحد دلوقتي مش هتلاقي حاجه معروضه شبه التانية، عشان كده بقول لك دي بعض الصور. الراحه النفسيه او المود بتاعك بيأثر في رؤيتك للاكسسوار او ان انت تخرجي نوع شكل معين من الاكسسوار؟ ممكن ساعات، ممكن يعني ساعات ممكن بقفل خالص مبقاش نفسي اشتغل، وساعات تاني ممكن يعني اما اكون مخنوقه لا بطلع احلى شغل اللي هو بقفل على نفسي الباب بقى وسيبوني بقى خلاص انا هطلع طاقتي كلها في كده الشغل. مش عايزه حد يكلمني. اختيارك للالوان بتعتمدي اكتر على مثلا الصيف الشتاء ولا بتعتمدي على رؤيتك؟ لا انا شايفه ان ده كده مناسب. لا المناسب، اصلا انا دلوقتي شايفه يعني الالوان مثلا الصيف والشتاء كله بقى عارفه الالوان المترقعه يعني، عارفه للشباب كمان خصوصا يعني، فهتلاقي لا على حسب اللبس، ممكن الهافانات اكتر، الهافان والبنيات مثلا بتبقى في الشتاء اكتر، فاهمه، لكن الباقي بقى عادي حسب الستايل وحسب اللبس. اتمنى تحققي كل امنياتك يا ربنا رب في براند ايسن، واحجار كريمه يبقى عليها برضو ختم البراند بتاع ايسن، وسعيده جدا بوجودك معايا أنا في ستات وشباب قد التحدي. ربنا يخليكي حبيبتي، تسلمي، ميرسي. استنوني
فاصل، اوعى تروحوا في اي حته. معانا ومعاكم زوالس برجر، خلونا نتعرف عليها مع الضيفه اللي جايه ان شاء الله. ورجعنا لكم، والنهاردة معانا في اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، سنة 1992 قامت الولايات المتحدة ولجنة حقوق الإنسان قالت إن إحنا هنعمل احتفالية بذوي الاحتياجات الخاصة، نفهم مشاكلهم ونقرب منهم، ندمجهم في الحياة المجتمعية إيمانا منهم قوي بدورهم. بعد كده ابتدوا علماء بقى علم النفس والاجتماع قال لك لأ، الناس دي عندهم حاجة جميلة قوي مختلفة، عندهم حاجة اسمها الدافعية، عندهم إيمان وإصرار إن هم يثبتوا وجودهم ويقولوا إحنا موجودين. عشان كده النهارده معانا ومعاكم، وحبيت تكون فقرتي بعنوان زويلس برجر مع دكتوره ساره خرشت، هنتعرف على المبادره، اهدافها ومميزاتها، وازاي هي بتنمي وبتفعل دور ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي يا هلا، منورانا. بنورك. عنوان الفقره اصلا زويلس برجر اثار كتير قوي من التساؤلات، ايه هي؟ بتتكلم عن ايه؟ اهدافها؟ مين اللي هيشاركوا معاكي في المبادره؟ خلينا بقى نتعرف بيها مع حضرتك. انا سعيده جدا بوجودي معاكي النهارده. انا اسعد يا حبيبتي. النهارده هنتكلم على حاجه مختلفه شويه بالنسبه للاحتياجات الخاصه، هنتكلم على مبادره بشكل جديد، ازاي ادمج الاحتياجات الخاصه بشكل في المجتمع بشكل فعال اكتر. ازاي انا اقدر اخلي الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه يقدر يشتغل ويبقى عضو عامل معانا، وازاي يقدر يبقى انسان منتج حتى لو هو في البيت. الفكره كلها، حتى الاسم شكله غريب، زويلس برجر. هي زويلس برجر بمعنى طبعا اسبرجر، هو فئه من فئات التوحد، فائق القدرات او عالي القدرات. لكن بالنسبه لزويل طبعا يعني نتيجه الدكتور احمد زويل، فقربنا الاسمين لبعض عشان تبقى زويلس برجر، عشان تبقى مبادره جديده لنفتح صفحه جديده مع ذوي الاحتياجات الخاصه العالي القدرات. هو اسمه مميز قوي، خليني نعرف مع حضرتك مين اللي ممكن يشارك معاك في المبادره دي. طبعا كل فئات ذوي الاحتياجات الخاصه، بس احنا بنحدد فئات معينه عشان تغيير فكره التاهيل المهني ليهم. بمعنى ايه؟ ممكن عندي اللي يحتاج الاحتياجات الخاصه، الفئات اللي ممكن تشارك معانا في البرنامج. لا، الاول نشرح التاهيل ليهم ايه هي، يعني في ناس برضو مش معانا في الفكره دي او مش عارفه ايه هي. الفكره بشكل مبسط جدا ان فكره التاهيل المهني في مصر محتاجه شويه تغيير، شويه نبعد عن النمطيه. التاهيل المهني زمان كان عامل ازاي؟ التأهيل المهني زمان ان هو بيدخل تحت أنشطة الأعمال اليدوية، الحرف البسيطة، الشموع، الصابون، النجارة، الخشب، الحاجات دي كلها. فده دلوقتي ما بقاش يعني متناسب مع فكرة تسريع الحياة دلوقتي، الحياة السريعة دلوقتي بالنسبة للتكنولوجيا وكده. ففكرنا بشكل تاني، ان احنا ازاي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم قدرات فائقة، ان احنا ازاي ندمجهم في المجتمع بشكل تكنولوجي. بمعنى ان انا هجيب الطفل على القدرات، بحطه تحت اختبارات معينه وتحت ميوله هو شخصيا، لان طبعا كل طفل بيختلف قدراته عن الطفل التاني، وتنميه مهارات ليه برضه. بالظبط، تنميه مهارات. بس الفكره ان انا ببدا بسن صغير برضه، ببتدي اخد الطفل بتاعي، اقدر اخليه يبقى متحسن اكتر في قدراته العقليه دي، وهو عنده ميول اوريدي للتكنولوجيا، بقدر ادخله في البرنامج بتاعي واقدر اخليه عضو عامل بعد كده. احنا كده بنتكلم عن تعريف الذكاء العام اللي هو البعض بيبقى عارفه، اللي هو وبين تعريف الذكاءات المتعددة. تمام. عرفيني بقى اكتر ايه هو تعريف الذكاء العام، وايه هي تعريف الذكاءات المتعددة لذوي الاحتياجات الخاصة. بصي، هو الذكاء بشكل عام هو القدرة التفكير السليم للطفل، او الشكل او القدرة على التفكير، سرعة التفكير والادراك باستجابات منطقية مالهاش اي علاقه من المشتتات خالص. ده بالنسبه للذكاء العام. بالنسبه للذكاءات المتعدده، ده بيعاب برضو على حاجات كتير، انه دايما اولياء الامور بينتجهوا نحو اختبار الذكاء اللي هو بنيه. اختبارات الذكاء دايما او الاي كيو هي بتقيس بس مدى تفاعل تمام. الفرد او الطفل. تمام. لا، الذكاءات المتعدده ده بشكل تاني. في دايما بتفتقر الذكاء اختبارات الذكاءات للذكاءات المتعدده. بالزبط. اللي هي زي ايه بقى حضرتك؟ زي الذكاء اللغوي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الرياضي او الذكاء الاستدلالي، وذكاء المشاعر. وذكاء المشاعر طبعا، وذكاء الخطابه. ان الطفل او الانسان بشكل عام بيبقى عنده تعدد في الذكاءات. مش كل انسان بيبقى عنده ذكاء واحد اللي هو بنحتكره في الاي كيو اللي احنا بنعمله للاطفال. اللي هو المفهوم العام ان هو لازم يكون التحصيل الدراسي بتاعه متميز ويجيب اعلى الدرجات. لا لا لا، مع انه عاده ده بيبقى ذكاء بس اللي هو ذكاء التحصيل مش اكتر. بالظبط كده. لكن لا، الطفل بيبقى عنده ذكاءات متعدده كثيره جدا، حتى ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى عندهم ذكاءات متعدده، مش شرط ان هو حتى لو هو غير ناطق. طيب،
طيب عرفيني اكتر بالنسبه دي للذكاءات المتعدده طيب. وفي مهارات طبعا هو بيكتسبها الطفل اللي بيبقى مشارك معاك. طفل التوحد ايه هي سماته وايه هي مدى مشاركته معاك؟ بصي اطفال التوحد طبعا بتختلف صفاتهم وسماتهم عن اي طفل تاني. طفل التوحد بيبقى فيه مستويات او ليفلات معينه بيقدر يشارك معانا فيها. مش كل اطفال التوحد طبعا تقدر تشارك في المبادره معانا، بس احنا بنختص بالقدرات الفائقه او الطفل الاسبرجر. هو عادة الناس بيقولك في حاجة اسمها سمات توحد وفي حاجة اسمها طفل توحد، ده المفهوم الخاطئ. عرفيني بقى المفهوم السليم مع حضرتك. أولا بدائيا مبدئيا مفيش حاجة اسمها سمات توحد أصلا. هو الطفل يا عنده توحد يا ما عندوش، هي بس درجات مش أكتر. بالظبط كده، هو الطفل بيتولد بالاضطراب النمائي ده عنده. هو بس هي الفكرة بس إن أنا بقيس شدة التوحد عنده إزاي. بس هي دي كل الفكرة. طيب مفيش حاجة اسمها سمات. طفل صاحب صدى الكلام أو تردد الكلمات الإيكولاليا، هل الطفل دوت مريض توحد؟ مش كل الاطفال اللي عندهم اكولاليا او المصاداه بيبقى طفل توحد طبعا، لان ممكن يكون عنده ضعف في اللغه التعبيريه بتاعته. فممكن حضرتك بتساليني مثلا، تسالي طفل صغير اسمك ايه، يقول رد عليكي برضو اسمك ايه. مش معنى كده ان انا عندي توحد، لا، هو ممكن يبقى عنده ضعف في القدرات اللغويه التعبيريه عنده، فده مش شرط خالص ان هو يبقى عنده طفل توحد خالص. اطفال الداون، اطفال الداون بقى ليهم باع طويل. اطفال الداون اطفال الداون بقى طبعا هم الحته الشمال زي ما بيقولوا. اطفال الداون احنا طبعا مش ناسينهم في المبادره بتاعتنا، بس احنا اطفال الداون بيختلفوا معانا بفئاتهم زي برضو اطفال التوحد. اكيد اطفال الداون بيبقى ليهم ثلاث مساويات برضو زي اطفال التوحد، في قابل للتاهيل وفي غير قابل للتاهيل وفي فائق القدرات اللي هو المزايك. امتى الام تعرف ان ابنها طفل موزايك؟ وعرفيني ايه هو طفل الموزايك. الطفل الداون الموزايك هو برضو يبقى طفل داون، بيبقى ليه برضو سمات الداون كلها، بس الفكره بس ان ايه هي سمات الداون؟ لان انا دلوقتي البعض يعني بيسوء الفهم، ايه هي سماته، اعرفه ازاي، اتعامل معاه ازاي؟ هو الداون سيندروم او الداون، متلازمه الداون دي عباره عن متلازمه في ناس معينين بيتفقوا بصفات معينه بشكل معين زي الصينيين مثلا، نتيجه اختلاف الكروموسوم. بالظبط، اختلاف الكروموسوم ال 21. بس احنا مش عايزين ندخل في الناحيه الطبيه شويه، لان هم دايما بيقولوا السمات الخارجيه. السمات الخارجيه بيختلفوا بشكل مميز، بيبقوا كلهم الى حد ما قريبين من بعض. احنا بناخد الفئه اللي هي اعلى القدرات فيها اللي هي الموزايك. الام بتقدر تكتشف الطفل التوحد بشكل عام في اول 3 شهور في الحمل، بتقدر تاخد عينات من الخلايا القفويه. الدكتور بيقدر يحددها وبيقدر يحدد ساعتها ان الكروموسوم 21 بدا ينقسم ونحدد نوع الداون فيها. فاحنا بنختار الطفل الموزايك اعلى قدرات اللي هو يشبه للطبيعي. هل الوراثه بتاثر في الطفل؟ طبعا الوراثه بتاثر في يعني كل شيء. ممكن لو الخال او الجد او العم او كده. طبعا 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 بتاثر، بس الداون مش كل عيله فيها شخص داون تقدر يعني تجيب شخص داون تاني، مش شرط خالص. عاده الام اللي بتبقى عندها حاله القلق دي لما بيكون في العيله في طفل داون، فبتبتدي من فعلا من الشهر الثالث تبتدي تعمل التحليل. طبعا ده طبعا ده اكيد، ده لازم او اي اختلال تاني او اختلال او اضطراب تاني في العيله. مثلا قرايب، في العيله حد عنده اضطرابات عقليه، حد عنده فيه مشكله وهو من صغره، لازم كل ده نتجه طبعا للطبيب. نرجع تاني للمبادره. تمام. المبادره عندك قلتي الاطفال المشاركين فئه كبيره جدا من ذوي الاحتياجات طبعًا. الخاصه سواء كانت داون او الاوتيزم او صعوبات تعلم. اطفال صعوبات التعلم ممكن بياخد جزء مننا، بس كل ده بيقطع تحت اختبارات معينه وحاجات مخصصه ليهم وتقييمات احنا بنعملها للاطفال دي عشان تقدر تدخل معانا المبادره. طب خلينا نشوف فيديو كده مع بعض. ماشي طيب. لحضرتك اتفضلوا. طيب هنا الاطفال بيبتدوا يتعلموا البرمجه عندنا في المركز، عندنا في مركز الوان. اي اطفال؟ اطفال اطفال الداون، وعندنا الدون. اطفال توحد، الاوتيزم والداون، بيبتدي تعليمهم برمجه كمبيوتر. بالظبط كده. تمام. اوريدي احنا عندنا اطفال دلوقتي ما شاء الله بقوا بيعرفوا يشتغلوا البيزك بتاع الكمبيوتر. بيقدروا يجتازوا دلوقتي امتحان الاي سي دي ال. كان جاي عنده مثلا تاهيل او حاجه ولا لا؟ هما بيجوا طبعا على المتاهلين ان هم سنهم كبير اصلا. هم بيبقى سنهم كبير، او احنا بنبدا عندنا شغاله عندنا من 7 سنين. بنقدر ندرب الطفل على القدرات بتاعته، بس المهم يكون هو عنده ميول اوريدي للتكنولوجيا. مش بخصب الطفل طبعا على اي قدرات هو بيقدر يشتغلها. هنا الاطفال بيبتدوا يدخلوا في الوورد وبداوا يتعلموا ازاي يكتبوا على على الكمبيوتر واللابتوب بعيد خالص يعني عن الموبايل. يعني بتتم مرحله التعليم. تمام. طبعا بيكتسبها بكل مراحلها،
زي الطفل زي الشخص الطبيعي تماما، بس الفرق بقى هنا ان قدراتهم العقليه اعلى من الاطفال العاديه التوحد. ومش شرط هنا كمان الطفل يبقى ناطق او غير ناطق، مش بيفرق معايا، انا المهم ان هو بيقدر يفهم لغه الكمبيوتر ويقدر يتعامل معاها بشكل سليم. ده اللي يهمني في الموضوع. وانا زي ما انتم شايفين الطفل بنفسه هو اللي بيتحكم في الالوان. جميل قوي، رائع. في الالوان اهو ابتدي يتحكم في الجدول وبشكله لوحده تماما بدون اي مساعده. فدي بتغير فكره تماما بشكل التاهيل بشكل عام في مصر. كتير جدا من اولياء الامور بيبقوا رافض ان ابنه يخضع لفكره التاهيل المهني البسيطه، وبيبقى عنده ايمان ان هو ابنه يكون افضل واحسن. ما هي فكره التاهيل المهني لاي شخص مفروض تبقى متواجده من الصغر. يعني انا فكره دايما لما بشتغل مع الاحتياجات الخاصه ببص لبكره في ايه، مش النهارده انا بشتغل ايه. حتى لو قدراته ضعيفه دلوقتي ممكن لما يكبر ادراكه يعلى ويبتدي قدراته تعلى معايا وابتدي اشتغل معاه بشكل ده. قدراته بتعلى نتيجه لتنميه الدفاعيه ولا نتيجه لاكتسابه مهاره التعليم؟ لا طبعا الدفاعيه، لما اهم حاجه عندي الدفاعيه ان انا بشتغل عليها مع الطفل. يعني بتبتدي الاول الجزء النفسي بتنميه الدفاعيه، ان طبعًا. هو يبقى عنده انت ليك دور، انت تقدر تبقى احسن. طبعا هو مش بشكل بيشتغل، احنا ما بنشتغلش مع الاطفال بشكل مباشر زي حضرتك بتقولي، لا احنا بنشتغل باشكال تانية وانماط تانية بنشتغل مع الطفل بيها، بس نخليله عنده روح الدفاعيه. زي مثلا قدراته العقليه اوريدي هي مؤهله لده. تاني حاجه الطفل بيبقى مستوعب هو انا بعمل ايه وليه، عشان كده يقدر يتعامل بعد كده مع الحاسوب او الحاسب الالي او اللابتوب. تنميه الادراك والفهم. طبعا طبعا ده ما بيأثرش خالص على القدرات الطبيعيه للطفل اللي احنا بنشتغل عليها اصلا من هو صغير وعنده 3 سنين او سنتين ونص بنشتغل عليه. دي بتبقى حاجه تكميليه، بس ما ببداهاش من صغره برده، ببداها وهو عنده 7 سنين 8 سنين على حسب قدراته دلوقتي، متوافقه مع المبادره او البرنامج التاهيلي التكنولوجي اللي احنا حاطينه. مده المبادره قد ايه؟ هي على حسب برده قدرات الطفل، بس احنا عاملينها متوسط من سنه ل3 سنين. طيب شايفه حضرتك ان هيقدر طفل من سنه ل3 سنين ان هو يقدر يسابر او يقدر يقاوم ان هو ما يحصلوش حاله خمول او يحصل له حاله الفشل، لا انا مش هكمل؟ لا بالعكس خالص، احنا عندنا كل اطفالنا الله اكبر في مصر. زي ما انا دايما اقول طول عمري يعني ان الاطفال في بشكل عام زمان قوي، يعني اطفال الكتب اللي احنا قرينا عنهم في التراث الكتب دايما انالوج، اطفال نمطيين جدا ما فيش اي حاجه بتلفت نظرهم، طفل هادي عايش لوحده في دنيا في عالم لوحده. لا دلوقتي الدنيا اتغيرت، دلوقتي الطفل التوحد هو اقصى انواع الاعاقات العقليه اللي هي دلوقتي موجوده. هو بيقول لك هو اصعب حاجه في الاحتياجات الخاصه بشكل عام. لا دلوقتي بيقدر يقعد على الموبايل ويقدر يجيب الفيديوهات على اليوتيوب ويقدر يغير شكل الموبايل. جميل. في البرامج الحاجات كلها دلوقتي اتغيرت مش زي زمان. فاوريدي هو ده اللي شجعني ان انا اعمل المبادره دي، ان هو يبقى حاجة أنا شايفاك بكرة جينيوس. أنا شايفاك جينيوس. ده حلم أي أم على فكرة من أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأخص الأوتيزم. طبعًا. إن هي بتبقى حلمها أشوف ابني أحسن حاجة في الدنيا. بصراحة هو مش كل الأمهات عندها الدفاعية دي، يعني في بتيجي مرحلة للأم بتبقى حاسة بالإحباط، هو أنا ممكن أشوفه كده؟ هو أنا ممكن يبقى كويس؟ أنا الطفل لما بيدخل عندنا المركز من أول يوم أنا بعرف هي قدراته إيه، بعرف هو احتياجاته إيه، أنا شايفاه بكرة فين. وده مش هيحصل غير بالايمان مني ومن الام، لان احنا الاثنين بنكمل بعض دايره واحده. انت منك نتيجه الخبره، لكن الام برضو الى حد ما بتواجه حاجات في المجتمع وانتقادات للطفل ده مش بتجرحها، بس عايزه اقول لك ان هي بتوجعها، وزي ما بيقولوا كده بالبلدي بتقسمها نصين. بصي يا ساره انا ما اختلفش معاكي، بس الفكره ان انا ازاي اعدي مرحله الصدمه. ممكن يبقى عندي صدمه سنين. الفكره ازاي اعدي مرحله الصدمه لما اشوف ابني بيبتدي يتكلم. انا كتير قوي كنت اسمع اول طفل يجي لنا المركز عندنا انا نفسي بس يقول لي يا ماما، بعد سنه ونص من الشغل يا ماما، قال لي يا ماما. لا الاحلام بتكبر معانا. بصي خلق الامل في الامهات، لان طبعا. انا بحس ان قد ما الطفل بيبقى عايز يطلع مشاعر الحزن، عايز يطلع مشاعر السعاده، بس لسه مش قادر يطلعها، قد ما فرحه الام ان هو وصل للمرحله دي. تمام اكيد طبعا اكيد اكيد كل الحاجات دي كلها مهمه جدا، واحنا دايما بنعمل حلقات ارشاد اسري للام عشان نقدر نديها الحافز طول الوقت، ولا انت تقدري؟ بس لازم في نفس الوقت يعني انا انصح كل ام
انها تحافظ على ابنها، ان احنا شغلنا لوحدنا مش كفايه، لازم انت معانا ايد بايد وخطوه بخطوه، وتبقي متاكده ان ابنك باذن الله في المرحله الجايه يبقى احسن بكتير. طب شويه اسئله كده شائعه، يقول لك ابني بيقعد على الكمبيوتر كتير، ابني بيقعد قدام الموبايل كتير، قدام التلفزيون كتير، انا كده ابني هيصاب بتوحد. للاسف دي من اكتر الاسئله المحبطه في الحياه. طب اشمعنى ابنك يجيله توحد وابن ناس كثيره في الجيران ما جالهمش؟ دي اكيد وصلتك. طبعا لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها ابني جاله توحد من التلفزيون دي خالص. هو اوريدي الطفل بيبقى مولود عنده اضطراب طيف التوحد، او الطفل مولود اوتيزم، هو بس التلفزيون ما هو الا ان هو ايه بيساعد على ظهور اعراض ابني مش اكتر من كده. ما هي دي اللي انا كنت عايزه اوضحها، طفل الاوتيزم ما عندوش لسه خبرات حسيه، يعني لسه مش رابط علامات الحزن بمعلم بوش يبقى حزين ازاي او العكس، لكن الطفل الثاني هو بالفعل عنده الخبره دي، لكن هو حابب نقول ايه الخجل الاجتماعي او التقوقع قدام ده. اكيد اكيد طبعا. يعني ده يروح لاخصائي تخاطب وده يروح لاخصائي نفسي. بالظبط كده. بس هي الفكره كلها ان التلفزيون فترات طويله، لان هو دايما طول الوقت ان هو بيستقبل بس، لكن بيعبر ما فيش تعبير. ماما بتتكلمش معايا، ماما بتشتغلش معايا، ماما ما بتساعدنيش في حاجه، عايزه تخلص مني عشان تروح تعمل حاجه او تكلم صحابها، على طول قدام التلفزيون، وده بشكل كبير مش سليم. بعمله ليميت. المبادرة الجميلة بتاعت حضرتك طبعا، خلينا نقول مين دعمك فيها عشان نقدم له كده كل التحية والتقدير في نهاية حلقتك. طبعا ما فيش حد الصراحة، أنا كلمته عن المبادرة بتاعتي إلا أعجب بيها جدا، وحس إن الدنيا جميلة. الدنيا لا بكرة في الدنيا منورة والشمس طالعة. ما انكرش طبعا فضل الأستاذ إحسان، أستاذ إحسان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بني سويف، كانت أكبر دعم لينا في الحملة بتاعتنا. بصراحة بتدعمنا بكل قوتها ماديا ومعنويا ونفسيا، وبصراحة وهي يعني جنب إلى جنب معانا في كل خطواتنا. وبصراحة هي من أحسن الناس اللي جت في الوزارة عندنا في التضامن الاجتماعي، وبشكرها وبشكر كل أولياء الأمور اللي ساعدوني إن أنا أقدر أحقق جزء بسيط من حلمي أنا زويلز برجر، إن أنا أشوف في يوم من الأيام الأطفالنا في أحسن مكانة ويقدروا يبقوا قوة عاملة فعلا، ويحصل فعلا اندماج للمجتمع فيهم، ويحصل عندنا روح من التعاون ما بيننا بشكل عام، ونحس ان الطفل طبيعي ما عندوش اي اختلاف بينه وبين الطفل الطبيعي خالص. انا عايزه اقول لك ان انا سعيده وفخوره ان في دكتوره مصريه بتهتم بالفئات دي بالشكل ده، وبتدور على احسن ما فيهم وتطلعه للمجتمع. سعيده بوجود عظيمات مصر كانوا معايا النهارده وحضرتك منهم. سعيده بوجود نماذج زي كده في المجتمع المصري قادره على مواجهه التحديات والصعوبات. بصراحه انا ليا الفخر ان انا النهارده كنت معاكم كلكم، واقول لكم ايه، تحيه وتقدير لعظيمات مصر الجميلات في جميع التخصصات، سواء كان العمل الاجتماعي او السياسي، او سواء كان الهاند ميد، او سواء كمان لذوي الاحتياجات الخاصه. صباحكم بألف خير والف سعاده، وسعيده جدا بوجودي معاكم. مع الف سلامه.